صنفت المضامين الأساسية للنشاط العلمي وفق مجالات علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، علوم الأرض والفضاء. قدم أمثلة عن موضوعين تتم دراستهما في كل مجال. حدد مجال كل موضوع واقترح مشروعا تكنولوجيا يرتبط به. إذا نوع مجموعة ديال المواضيع ونطلب منا نحتوي المجال ديال كل موضوع، ثم نقترح مشروعا تكنولوجيا يتوافق مع المجال ومع الموضوع. بالنسبة للسؤال ألف، قدم أمثلة عن موضوعين تتم دراستهما في كل مجال. بالنسبة للمجال فيه عندنا علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، ثم علوم الأرض والفضاء. إذا ما بين الأمثلة اللي ممكن نعطيو في مجال علوم الحياة، الماء والطبيعة، مظاهر الحياة عند الحيوانات، دورة الحياة عند النباتات. بالنسبة للعلوم الفيزيائية، الصوت، الطاقة، الكهرباء، الضوء، الحركة والقوى. ثم مجال علوم الأرض والفضاء، ما بين الأمثلة النظام الشمسي، الطقس والمناخ، وموارد الأرض. حدد مجال كل موضوع واقترح مشروعا تكنولوجيا يرتبط به. إذا بطبيعة الحال اعتماد المشاريع التكنولوجية في مادة النشاط العلمي فهو عنده عدة مزايا ممكن نذكر منها. أنها تساعد المتعلمين على الابتكار والإبداع وحسن التصرف في حل المشكلات، تغرس في التلميذ روح المبادرة والقيادة وتحمل المسؤولية، تعود التلميذ على بناء تعلمه وتدفعه إلى الاعتماد على نفسه في التعاون والبحث عن المعلومة واستثمارها في وضعيات جديدة، كما أنها تجعل الحياة المدرسية جزءا من الحياة الاجتماعية. إذا نشوف كل موضوع ونحدد المجال ديالو هنا، تغذية وصحة. إذا بالنسبة للمجال فهو علوم الحياة، والمشروع التكنولوجي المقترح ممكن نتكلموا على تحضير وجبة غذائية متوازنة. التكاثر عند النباتات، فهنا المجال كذلك فهو علوم الحياة. وما بين المشاريع المقترحة ممكن نتكلموا على زرع نباتات وتتبع نموها. موضوع الصخور والمعادن، فهذا المجال ديال علوم الأرض والفضاء. وبالنسبة للمشروع التكنولوجي المقترح هو تجميع عينات من الصخور والمعادن من المحيط. الكهرباء والرافعات، هذا ينتمي لمجال العلوم الفيزيائية. وبالنسبة للمشروع التكنولوجي ممكن نقترح تصميم دارة كهربائية. إذن شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.